تعاونات اليوتيوبرز دائما بتاخذ صدى كتير كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة إذا كانت بين يوتيوبرز كبار. فمؤخرا أثار تعاون موفلوجز وبيسان إسماعيل وأنس الشايب جدل كتير كبير، وحقق نسب عالية جدا من المشاهدات، وبنفس الوقت عدد كبير من الانتقادات. نظرا لربط الجمهور للتعاون بخلاف نانين بيوتي وموفلوجز الأخير، وتلقت بيسان إسماعيل هجوم من طرف الجمهور واتهامها باستغلال الخلاف والتصوير مع موفلوجز. فردت بيسان بطريقة غير مباشرة على هالاتهامات، فنشرت ستوري على انستغرام وكتبت: حبايبي نارين سافرت وما لحق تشوفها غير مرة واحدة، عم نستناكي نارو. فهيك نفت بيسان إسماعيل خلافها مع نارين، وردت على الانتقادات والاتهامات بطريقة غير مباشرة. ولكن واللي أثار قلق الجمهور هو عدم رد نارين بيوتي على بيسان إسماعيل على الستوري. أما التعاونات فلساتها متواصلة، فانضمت نور ستارز وأحمد النشيط مؤخرا وصوروا مجموعة من الفيديوهات والتحديات، من بينها حفلة 10 مليون مشترك على يوتيوب لمو فلوكس. حبايبي شوفوا اليوم أنا مع مين. هاي لانا أحمد نور حبيبتي. هاي أوكي أنا دايما عم يأكل مو. هاي شلون الشغلات اللي صورناها اليوم؟ يس يعني من كتر ما اليوم عملنا شغلات جعنا كتير وهلأ لازم ناكل. سو صحة. هل أنتم من محبي تعاونات اليوتيوبرز أو الفيديوهات الفردية؟ شاركوني رأيكم بخانة التعليقات.